لمعرفة التفاصيل الميدانية في منطقة شمال سوريا تنضم لنا من الحدود السورية التركية موفدة أخبار الآن إلى هناك جنان موسى. أهلا ومرحبا بك جنان. جنان، لو سمحتي ضعينا في صورة آخر التطورات لديك. نعم، في ساعات الصباح الأولى تمكنت قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية من الدخول إلى مدينة تل رفعت من المدخل الغربي والشمالي. كان هناك اشتباكات خلال الليل، وحسب المعلومات الواردة من الداخل على أنه هذه القوات تمكنت من الوصول إلى محطة القطار. الآن مع يعني في الصباح يبدو بأنه تمكنت قوات سوريا الديمقراطية والوحدات الكردية من الحفاظ على بعض مواقعهم في مدخل مدينة تل رفعت. هم سيطروا على بعض المباني ولا زالوا موجودين فيها على المدخل الغربي، وهناك بعض التقارير المتضاربة التي تقول بأنه ربما لا زالوا موجودون بالقرب من محطة القطار وربما لا. هذه المعلومة يجب يعني التحري عنها أكثر، ولكن ما هو يعني مقلق أكثر أو التطور الأكبر حاليا هو أنه البارحة كنا قد نقلنا على أنه قوات سوريا الديمقراطية والوحدات الكردية سيطرت على قرية اسمها عين دقنة، وهي قرية استراتيجية لأنها تصل مدينة عزاز بتل رفعت، أي أنه أي تعزيزات يجب أن تصل إلى مدينة تل رفعت كانت يعني تذهب كان يتم استعمال هذا الطريق الرسمي. لكن هذه القرية خسرتها المعارضة. هناك طريق آخر اسمه طريق جبرين، وفي هذه الأثناء وحدات الحماية الكردية وقوى سوريا الديمقراطية يرصدون هذه الطريق بالقناصات وبمدفع 23، وهذا هو الممر الوحيد المتبقي لمدينة تل رفعت من عزاز، أي أنه إذا تم قطع هذا الطريق بالتالي تصبح مدينة تل رفعت مقطوعة تماما عن الحدود التركية السورية. يبدو أن التطورات في منطقة شمال سوريا تتطور وتتسارع بوتيرة سريعة. سنبقى معك دائما أولا بأول في نشراتنا القادمة جنان موسى، موفدة أخبار الآن إلى الحدود السورية التركية. شكرا جزيلا لك.